جماعي لنشاط الصيد التقليدي بالمنتزه الوطني للحسيمة الذي يمتد مجاله البحري على مساحة 19 ألف هكتار. مشروع يهدف إلى المساهمة في تدبير مستدام للثروات السمكية عبر انخراط فعلي لفئات الصيادين. روبورتاج عبد الحميد المرابط وعبد العالي عمراش. بميناء نوال للصيد التقليدي التابع للمنتزه الوطني للحسيمة، يقوم هذا البحار المؤطر من قبل المعهد الوطني للصيد البحري بجمع المعلومات من المهنيين حول نشاط الصيد بملء ثلاث استمارات. الاستمارة الأولى اللي كنسجلوا فيها سمية القاريب وباش كيصيد والوسائل ديال الصيادة وهذا وسميتو. المرحلة الثانية كنشوفوا المنطقة في كيصياد وهذا وسميتو. المرحلة الثالثة كنشوفوا عاوتاني ذاك الحوت للصياد كنعبروه كنوزنوه. تقارير منتظمة تندرج في إطار تنفيذ نظام التتبع الجماعي لنشاط الصيد التقليدي بالمنتزه الوطني للحسيمة. الورشة الختامية لهذا المشروع المدعم من قبل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو شددت على أهمية إشراك المهنيين في التدبير المستدام للموارد السمكية. إنه مشروع يطلق مسلسلا تشاوريا يهم جميع الفاعلين من أجل التعاون لتحقيق أهداف حماية البيئة والموروث البيولوجي للمنتزه الوطني للحسيمة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية لحياة الساكنة والتدبير الجيد للصيد. وهذه المعلومات التي يقوموا بالجمع ديالها هما الصيادين البحريين، وهذا المشروع داخل في إطار المقاربة التشاركية ولا لابروش ايكوسيستيميك اللي تتوصي بها المنظمة العالمية للتغذية والزراعة. هذا ويسعى المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري من خلال هذا المشروع النموذجي على الصعيد الوطني للتنمية المستدامة للمصايد التقليدية بالمنتزه الذي يمتد مجاله البحري على مساحة تقارب 19 ألف هكتار. حسبي فيكم اللي هو كيهم واحد الساكنة محلية اللي هما الصيادين التقليديين وكيشجع البحث العلمي لأن فيه شركاء كمعهد الوطني للصيد البحري وفيه فاعلين محليين اللي هما الصيادين التقليديين غادي يساهموا معنا في معرفة أولا المآل ديال المخزون السمكي في المنتزه وبالتالي نوفر له وسائل ديال الحماية في المستقبل. هذا القطاع يشغل يد عاملة جد مهمة يدر دخلا مستداما على هذه الفئة من البحارة، لذلك من الواجب علينا أن نحافظ على هذا القطاع ونحميه بكل الوسائل. للتذكير فتدبير الصيد بمنتزه الحسيمة يواجه تحديات التغيرات المناخية والصيد الجائر والتلوث وتراجع المخزون السمكي مما يؤثر سلبا على البيئة البحرية للمنتزه ودخل الصيادين الذين يعملون على متن أزيد من 320 قاربا للصيد التقليدي بالحسيمة.